يا ريس ما الكلام ده تال في المناقشة يا ريس كذا مرة. بشكر حضرتك يا ريس على هذا الكلام وعلى ما أثبتته في حضرتك أنت وحضرتك في المربطة، ولكن جريا على ما صارت عليه إعادة اللجنة التشريعية لهذه التعديلات نحو الأخذ الأحمر أو بالاحتياط عند مظلة وجود شرطة. أنا استدلت بمبدئين أو موضوعين أخذت هنا اللجنة التشريعية. الأمر الأول هو المادة الانتقالية الخاصة بالسيادة الرئيس الجمهورية، والمادة الثانية الخاصة بسريان التعديل في تشكيل مجلس النواب وإضافة تعديل للمرأة بالمادة الانتقالية المستحدثة. فإذا ما كنا أمام نوع من الخلط الذي يمكن أن يحدث، فأنا يعني ممكن في المناقشات السابقة استخدام نقص المدنية استخدمه رئيس دولة شقيقة فقط. هو الحقيقة فعلا أن هو استخدمه دولة شقيقة، لكن قامت بعض النخب السياسية داخل مصر والآن وما سبب ذلك في التعديلات الدستورية بالتصريح، ولا أريد أن أذكر أسماء، بالتصريح. ولماذا أضع هذه الخيارات وغدا مختلف عليها؟ فالمصرح بعد مدينة الدولة المصرية عشان هذا الوضع